هاي، استعمال النار والحرارة للطبخ هو نشاط بيقتصر بالإنسان لوحده، والدليل الأثري على هالاستعمال بيعود لحوالي 20,000 سنة تاريخياً. كانوا النساء أكثر تعرضاً لأخطار الطبخ بسبب تنانيرهم الكبيرة وأكمامهم الطويلة حد النار. الثورة الصناعية كانت السبب الرئيسي بتطور الطبخ، تصنيع الطعام وتسويقه. الشيف بيلبس عادة أبيض لأنه الشيف الخاص بأول رئيس حكومة فرنسية سنة 1815 كان يعتقد أنه اللون الأبيض هو الأنظف بين الألوان. بالقرن السابع عشر كان معظم الطهات المحترفين بالبيوت رجال، وكانوا يشتغلوا بتياب قليلة وحتى بدون تياب بسبب الحرارة المرتفعة بالمطبخ. مين قال أنه المطبخ الفرنسي اشتهر بعد الثورة الفرنسية؟ لأنه الطهات يلي كانوا يشتغلوا عند النبلاء خسروا وظائفهم وفتحوا مطاعمهم الخاصة. أنا قال، شوفكم بكرة.